Mr. Lover Lover. Mr. Lover Lover. سامعك حلقتك في اخبار شو تمام. جيت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن على ايش؟ على التيك توك. في واحد كنت حاطه في حافظه اني بتكلم عليه بس نسيته من زمان. كنت حاطه في حافظه ممكن من شهرين كذا. ليتك طاجي. اليوم بنتكلم عليه. فجبت حسابه وبنتكلم عليه الحين نشوفه. ايش مشكلته؟ هو غثيث مرة لدرجة انه خليك تراجع. حلو. انا صوتي فخين ممكن انه صار لي ساعتين ما بتكلم. صراحة ما رحت المدرسة اليوم. قلت بصورك لكم مقطع. فلا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تغوص. طبعا عليه كام تابعوني على سناب شات. وليتس جو. نبدأ المقطع. يا تشوفوني مسوي كذا ترى لانه شاشة البي سي خربت وشابك على شاشة التلفزيون. يب تقولون شيء كذا. المهم هذا اسمه مشعل رمزي عنده 720,000. الباقي كاتب I trust God that everything will change one day. كيف؟ أنا ليش حاسس إنه رايح كاتبها في جوجل وجايب النسخة وحاطها عندكم؟ ليش ما أدري صراحة. يا حبيبي أنت مسلم، اكتب الله، اكتب from الله. أوكي تكتب كات مسيحي انسخ هذا. صح هذا مسافر. لا تقولون شوف مقاطع من القط كنا مع بعض لأنه صح ما أحب أقطع في الحال. أي واحد لازم تكون تقطع معي. حافظ نص الغنية تقول تغني على الغنية وش أسوي أنا الحين يعني أنت لما تسوي كذا. مصعب انت شو تسوي يا حبيبي؟ هذا اول مقطع لسه باقي في قدام. انا اشوف الثامنيرات من برا. على ارض تلاقي اهلي انا افديهم فلسطيني انا دمي فلسطيني. انا ليش حاسس ان كل متابعينه ما راح يخاط خاط؟ رب الكعبكم تحسون حقين وحقين كيبو وشلتو What is this? ده تقول اخبار انا ذا فوق يعني اذا شنو يا اخي. هي تشوف مقاطع كان تقول واو. عم شوف يا شباب الحين خلنا نصور مقطع بعدين يجي شنو. اوه ذس مي وات از ذس قرف. كنت تدرمين بس ذكرت انه فيديو جديد. ما تراجع من نفسك لما تشوف المقطع. انا ياما مقاطع طويله 8-9 دقائق بعد المونتاج. ها المونتاج اللي قاعد ممكن 3-4 ساعات يقشها كامل وحطها في الحاوية. ليه؟ لأنه بعدين أنا ما بيطلع علي شيء. أوكي لا بعدين ولا الحين. يعني لما عيال عمي يشوفون وتكتبون علي أنا أكره حاجة. أوكي يا أخي أنت لما أنت عيال عمك ما يشوفون مقاطعك. ها أنت من وين أنت؟ أنا ودي أعرف هو من وين عشان أعرف هل تكتبون عليه ولا لا. ولا كلهم زي نوعيتهم لأنه أنا أعرف ناس بصراحة. الأغنية هذه أنا مرة مفضلة عندي اللي هي مستر لافا لافا. بس يا أخي هو غثيث مرة. كرهته يعني. في واحدة كاتبت له قايل لكم عن جيم توسط كاتبت له وكان ترند والأغنية لك فقط استمر. شكرا نورتي. هذول النوعيات اللي يجعلوا من الحمقى مشاهير اللي يخلونه نتقرب زيادة. استغفر الله. كم صار مصور؟ تقريبا صار دقيقتين مصور بس. يا حبيبي صرت اراجع انا عايز اروح لو ما عندي شاي اراجع. اللي ما يشرب شاي ما يعرف طعمه الحياه من الاخير. فكرت الخير الشاي خير. انا ابوي من كثر ما يشربنا شاي انا الحين لو اسوي تحليل يطلع شاي حرفيا يطلع زياده سكر. انا ابوي ذاك اليوم شرب 5 كاسات شاي. طبعا ما شاء الله اقول له ما شاء الله. كان سحبت على المقطع صراحه. انا ابوي اهم من المقطع من كل شيء والشاي اهم منه هو. I love you. Where? What? Show me. Where is this love? I can't see it. I can't touch it. أنا مثلك تقول إيش كانت الكلمة أول شيء؟ الله. إيش صار؟
I love you early born يعني وراء تبكي ليش انت زلمت لازم تقول I love you. أيوة انت جيد كممثل وانت جيدة كتسليك كتشجيع الناس أعوذ بالله انهم يطلعون. اسمع يا مشاري مشعل اذا كان تبين ان احذف المقطع ارسل لي عشان احذف المقطع لكن ترفع لي شيء اي شيء بصير التفاهم غير ترى بشهر بك استغلال مشعل خلاص انا قاعد اسولف رايي فاي شيء يصير خلاص ما اقدر انت اوكي مو ناقصة ترى المهم نكمل انا شكلي بكسر التلفزيون هو يصلح هندي قسما بالله الشغلات اللي يسويها هذه ما عاد يسوونها غير الهنود حتى الهنود زقت معاهم منهم ورب الكعبة فانصحك اخ مش عنه توقف وما تستمر لان الاستمرار لك مضر لك ولنا صراحة فاذا استمرت احنا انقذتينا واذا ما استمرت احنا راح نكون مرة مبسوطين ترى اكثر الناس تفشل من وراء هذا استغفر الله شباب كل التعليقات هنود مدري ايش حسوا من كلهم بوتات والله العظيم كلهم بوتات يعني شخص خبره بوتات قديم هذه شغلات ما يسوونها الا بوتات اوكي شوف كان اي سيف ذس فيديو بليز الفيديو اصلا يتسيف الحاله وين في ثاني ها جاردن اندونيسيات يور هير اوكي شعرك في هنا هنديه كانت تقول له Your hair is nice. استغفر الله العظيم. اللهم لا شمل. أنا ما بنجرح. أنا لا ألف جرح. أنا يعني الربح حتى العمر يخلص. أنا ما بن. هذه نفس القفشة تقول هل قمت بقص شعرك بعد؟ لا أريد ذلك. قلت له نعم قصرت كثير. واو وش كومنتات الهنود ذي؟ خير قلبك خير الريح لأجلك يسات قلبك وقلبك. لا وكم اللي هو قلبك وانت قلبه حد ما تصير من زوجين حراميين الحين تعيفه كيفك من وقتها كان مش كاتب هو يعني ليش يا ذكاء اصطناعي طلع هيك حاط ايموجيات بكي يا اخي التيك توك نفسهم طلع لك ايموجي نص بكي هذا حطه يا اخي حط يجيك نص تمام لا فاميل لوبس I like this على شحم ها انا قبل حكيت على ترند ذا الخايس الخرا حرفيا لو مو عيب وحرام كان علمتك من يد اللي قلت عليه لا صار في لاق صار في لاق يا حبيبي مو قلبي مو صار فيه لاق هذا اول شيء ثاني شيء ترى هذا التعب اللي التيك توك يقولوا لك ترى احنا نتعب نسوي الحين اليوتيوبر ايش يسوي يدور له فكره يصور في برنامج المونتاج يزق كل شيء في بعض اوكي يسوي له سينك بعدين بلش يقصقص بعدين يحط تاثيرات بعدين يسوي اكسبورت بعدين ثامنيل بعدين يرسل لك اياه بعدين يسوي شورت بعدين ينشر على المواقع وهذا يقول لك احنا نتعب تعب ابو باطك ان شاء الله انت مكانك في وسط العيون رمشا وطاء ورمشا ياه شوف 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 انا ارفع حاجه ها اوكي بس مستعجل وات از ذس ايش كلام انت باي يا صديق هذا ما في كويس انت لو انديان هذا ما في كويس هذا في عربي هذا كله عجيات خرفان ما في كويس كله عجيات صغير مرة صغير فلا يسوي هذا مرة ما يسوي كذا عشان هذا ما في كويس لو في كويس انا اكلمك لا يسوي نواجهك الحال غير شباب انا صراحة قتني بالزاف اخر مقطع له واروح خلاص بسكر شوف لي مقطع ثاني واجعل تشق اثمك ان شاء الله يا عيالك قهرني ورب النعمه قهرني ايش اللي
شنو انت ها شليب؟ استغفر الله العظيم يا اخي ناس. مش انت الحين ما تراجع المقاطع بعد ما تسويهن ها؟ فكر حالك كيوت تركب لي عدسات كل مقطع عجية انت ايش هذا يا اخي؟ وإله لك صناعة الحلقة لا تنسوا لايك واشتراك سبتني وجدت حلقة في الصندوق الوسط طبعا عليها كامل طبعا ياسنا بعد صلوا عن النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ومش عن ما بي اي كبرات اي شيء والسلام عليكم.